على إثر ورود معلومات مؤكدة عن تخزين كمية هامة من مادة البطاطا في إحدى الغرف التبريد بوسط مدينة عين مليلة التابعة لمخازن التبريد وحدة عين مليلة. بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش هذه الغرفة، أين تم حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا تقدر بحوالي 12000 قنطار كانت موجهة للمضاربة. القيمة المالية المحجوزة تقدر بحوالي 10 مليار و800 مليون سنتيم. تسليم الكمية المحجوزة إلى مصالح أملاك الدولة من أجل استكمال الإجراءات القانونية.